بطولة الدبليو آر أو، وحاليا خلصنا التحكيم وباقي ننتظر النتائج. الحين خلصنا كل التحديات وننتظر النتائج، وإن شاء الله المركز الأول. بعد مشوار طويل مليء بالحماس والتحديات، نصل الآن إلى اللحظة المنتظرة وهي رفع راية الوطن بالمركز الأول. شاينا وعانينا والفوز بإذن الله بين يدينا. أرواحنا Future engineers, we have Black Fingers KSA from Saudi Arabia!